arrière-plan. Arrière-plan. طبعا نعلق على الحدث العالمي هو انطلاق مباريات نهائيات كأس العالم في قطر والجدل وهو معادي يعني تقريبا يرافق كل هكذا احتفاليات وما معناها انطلاقات متاع مباريات ودورات عالمية بمثل ما هو عليه كرة القدم تقريبا أكثر دورة عالمية تشهد متابعة ومشاهدة في العالم تقريبا معظم العالم يتابع هذه الدورة وهذه اللعبة الأولى الجماهيرية كرة القدم. جدل كبير كما قلنا انطلق في فترة معينة من أوساط في علاقة بالكرة في أوروبا ولاحظنا أنه ثم كثير بين ظفرين من التنبير اللي عرفناه مفاجأ فجأة ظهر هذا حول كيفاش تنظم قطر هذه الدورة وبتلقوا بنفس اللبان اللي كرروها على الدوام هي مسألة حقوق الإنسان واضطهاد العمال و و و والحقيقة اللي ما كان عنده حتى مبرر نقول أنا سواء كون ديما ندخل في ثقافة الابتزاز من قبل يعني كثير من الأوساط الفاعلة في الفيفا اللي هي متحكمة فيها يعني تقريب واضح القوى العظمى في عالم الكرة توا ما عدنا قوى عظمى في عالم السلاح بالرغم أن الفيفا راي عدلت الأمور وبعد الخطاب الرسمي للفيفا عدل الأمور وطلب من البلدان المشاركة احترام الخصوصيات متاع البلد المناطق متاع البلد في المقابل الافتتاح ديما عنده خصوصية في أي دولة في العالم تنظم كأس العالم الصورة تقريبا غلبت الكرة كما نقوله منذ سنوات يعني صارت المشهدية في الرياضة متجاوزة مشهدية الملعب متاع كرة القدم وإبداعات اللاعبين والتنافس معناها حامل وطيس اللي تعرف المباريات أثناء الدورة إلى الصورة في المنطلق يعني والتنظيم والأمور اللوجستية والمادية المعدة في علاقة بالتنظيم ربما باعتبار أنه أول مرة دولة عربية تنظم كأس العالم وكان ثم صراع كبير تاريخيا حول أحقية القارة الإفريقية والآسيوية في التنظيم ثم فتح الباب للقارة الآسيوية ثم فتح الباب للقارة الإفريقية بقي على مستوى مناطقي لأول مرة تقريب الدول العربية ولو أنه سعوا في كثير من المحاولات أن ينظموا كأس العالم وما تمكنوش ربما توفرت الأمور بالنسبة لقطر خاصة وأنها تملك من الإمكانيات المالية الشيء الكثير. ثمة كثير من التعليقات الحقيقة فيها أجواء متاع نكت فيها أجواء متاع مواقف سياسية مغلفة بمتابعة للمشهدية الكروية ولين نحكي اللي سميته نوع من التهريج في مستوى التعليق هذا يقول قطر ستساهم في نشر الإسلام وشفنا هذا الآخر يقول ستساهم في نشر الثقافة العربية وغيرها الآخر يقول لا عجزت عن أنها تكون عندها فريق كرة قدم كبير وتحولنا من الموضوع الرئيسي اللي هو الدورة هذه في علاقة بإبداعات اللاعبين بإبداعات الفرق شكون الفريق اللي ممكن مبوأ للحصول على كأس العالم هل صار بإمكان العرب مثلا احنا كعرب لأنه نتابع كثيرا المنتخبات العربية أنها تدخل الأدوار النهائية يعني المربع الرباعي لكرة القدم من عدمه كما حدث مع القارة الإفريقية وشفنا الكاميرون تمكنت يعني على كل حال من أن تدخل المربع في دورة إيطاليا على ما أعتقد وحدثت بذلك نقلة نوعية كما عملت تونس في 78 تقريبا هي اللي دخلت أول القارة الإفريقية أول فريق انتصر في نهاية كأس العالم المشكل أنه بقينا عند ذاك المستوى يعني عدامة أحدثته فرق إفريقية في هذا المضمار بينما الدول العربية الحقيقة مستطعوش يسجلوا حضور قوي في هذه الدورة نقول أنه لعبة كرة القدم ككثير من الأنشطة اللي تشهدها العالم موازية للاقتصاد والسلاح صارت هي بدورها أحدى الأدوات اللي استعملوها كثير من الدول في الاقتصاد في السياسة وفي غيرها ثم دول الآن تحكي عليها كرة القدم أنا كان باش نختم الكرونيك متاعك بعد إذنك صارت لا كانت ولا زالت ما زالت ستبقى
توظف من مختلف التوظيف ديما ضروري لغايات سياسيه واقتصاديه. السياسه والكره يمشيوا مع بعضهم انا اعتقد السياسه والكره ديما عايشين مع بعضهم. يبقى انه كما قلت لك الحديث شفته خاصه في تونس يدعو الى نقطه استفهام. خرجنا من موضوع انه نحن مشاركين في كاس العالم وهذا في حد ذاته فخر وهذا في حد ذاته مكسب وهذا في حد ذاته ظهور الى تنافس بين مواقف سياسيه هذا يدعم قطر وذاك ضد قطر. شكرا لك خليفة.